السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة حلويات أسماء. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم وصفة ديال البسبوسة لذيذة لذيذة بزاف، كتجي معلكة وشاربة السيرو. أيضا طريقة ديال التحضير ديالها جد سهلة. قبل ما ندوزو للوصفة ديال اليوم، بغيت نهضر لكم على الصفحة ديالي في فيسبوك. بزاف البنات كيقولوا لي في التعليق أنهم جربوا الوصفات وأنهم باغيين يرسلوا لي صور وما عرفوش كيفاش. فأنا عندي الصفحة ديالي في الفيسبوك اللي هي هذه حلويات أسماء بنفس الاسم ديال القناة. يمكن لكم ترسلوا لي الصور ديالكم التطبيقات ديالكم في رسالة، وانا غادي نوضحهم على شكل ديال المنشورات في الصفحة. الان ما نطولش عليكم وندوزو للوصفة ديال اليوم. على بركة الله، لهاد البسبوسة غادي نحتاجو هنا 3 ديال الحبات ديال البيض. كما كتلاحظوا البيض ديالي شوية صغير، اذا كان عندكم البيض كبير استعملوا 2 حبات فقط. غادي نزيد هنا كاس الا ربع ديال السكر سنيده، مازال البسبوسه ديالنا غادي نسقيوها بالسيرو، فكاس الا ربع كافي. وايضا ملعقه صغيره من الفانيلا. ناخذ من بعد خلاط يدوي او خلاط كهربائي اللي بغيتو تستعملوه. نحاولوا نخدموا جيدا البيض مع السكر حتى كيذوب لينا تماما. غادي نزيد رشه ديال الملح، ايضا كاس كبير ديال الحليب بارد عادي. القياس ديال الكاس هو 250 مليلتر. كنستمر في الخلط، ومن بعد كنزيد كاس ديال الزيت النباتيه وربع كاس ديال الزبده الذائبه. اذا بغيتوا يمكن لكم تعوضوا ديك ربع كاس ديال الزبده مذوبه بالزيت، ولكن هي كتعطي واحد المذاق ألذ وهشاشه اكثر للبسبوسه ديالنا. من بعد ما دمجت هاد المكونات، كنزيد هنا 4 ديال المعالق ديال الحليب المجفف او الحليب بودرة او نيدو. هاد الحليب اذا ما توفرش عندكم يمكن لكم تستغناو عليه، هو كيعطينا واحد البنة وواحد المذاق لذيذ بزاف للبسبوسة. فكنضيف 4 ديال المعالق كبار او تقريبا واحد 50 غرام، وكنستمر في الخلط بهذا الشكل. من بعد غادي نضيفو السميد. غادي نستعمل هنا 2 كيسان ديال السميده، دائما بكاس ديال الشاي او ديال العنبه، 260 غرام بالعبار. وايضا 2 ديال لي ساشي اونص ديال الخميره ديال الحلويات او 20 غرام. غادي نضيفو ايضا كاس ديال الدقيق الابيض او الفورس او الفرينه. صافي، وكنخلطو كلشي مزيان حتى نحصلو على خليط اللي يكون متجانس. بعد ما كنحصل على خليط بهذا الشكل، كيكون خليط اللي هو جاري شويه، غادي ناخذ اللاطا ولا الصينيه اللي غادي نخويو فيها هاد البسبوسه. انا استعملت المقله ديال المسمن. يمكن لكم بطبيعه الحال تستعملوا اي لاطا من الاختيار ديالكم. بالنسبه للقطر ديالها غادي نخلي لكم في صندوق الوصف. انا استعملتها باش تجيني بسبوسه يعني شويه رقيقه، ما بغيتهاش تكون غليظه، والحجم ديالها كيناسبني او القطر ديالها كيناسبني. غادي نخلي لكم في صندوق الوصف. دهنتها بالزبده ورشيتها بالسميده، وكذلك وضعت الورق ديال الطهي باش نتاكد انها ما غاديش تلصق. كنفرغ فيها الخليط صافي، وغادي ندخل البسبوسه للفران. يكون مسخن من قبل، كنشعلو بطبيعه الحال غير لتحت حتى كطيب لنا، وتاكدوا انها نشفات، عاد كنشعلو لها تحمر من الفوق وكنخرجوها. بالنسبه للسيرو، غادي نحتاج له هنايا 250 غرام ديال السكر سنيده او السكر الخشن، كذلك نفس القياس ديال الماء. يعني شحال ما استعملتوا ديال السكر كتستعملوا نفس القياس ديال الماء. غادي نديو الكاسرونه فوق من النار، نار اللي تكون هادئه، مده ديال 15 دقيقه تقريبا، وكنخليوه حتى كيغلي مزيان. يمكن لكم تضيفوا واحد القطعه ديال الحامض اذا بغيتوا. بعد ما كطيب البسبوسه كيكون الشكل ديالها هكا. من بعد ما كنخرجوها كتكون مازال سخونه، كنخلي كن يعني ما كنصبرش عليها حتى كتبرد، وكناخذو السيرو اللي كيكون هو بارد. يعني واحد فيهم خصو يكون بارد، يعني ما نخويوش السيرو يكون سخون على بسبوسه سخونه، غادي تعجل لينا. وهنا كنحاولوا اننا نسقيوها جيدا او على حسب الذوق ديالكم، اذا كتبغيوها مسقيه اولا كنحاول انني نثقبها كذلك مزيان بهذا الشكل.
باش تشرب لي، وكنكمل حتى كنسقيها بالكميه كلها ديال السيرو. صافي غادي نخليها حتى كتبرد مزيان مزيان، وغادي نقطعها ونزينها على حسب الذوق، ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالها كيفاش غادي يجي. البسبوسه ديالنا هي وجدات من بعد ما قطعتها، بعد ما بردات تماما بطبيعه الحال وزينتها على حسب الذوق، كيجي المنظر ديالها جميل، وكذلك المذاق جد هائل، معلكه وشاربه شاربه السيرو. نتمنى انكم جربوها. اذا عجبتكم وصلت اليوم، ما تنساوش كيف ما العاده ديروا جيم، شاركوا بالقناه وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم دائما الجديد ديالي من الوصفات. ما تنساوش كذلك التعليق ديالكم اللي دائما كتشجعني وكتفرحني. شكرا بزاف للمتابعه، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.